تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. حلقتنا اليوم من الرصد مادة غريبة لافتة للانتباه، أصبحت حديث الشارع المغربي، رصدها موقع المنتخب وكذلك موقع كورة، إنه سعيد كرمان الشاب البالغ من العمر 27 سنة اللي كان ينوي احتراف كرة القدم ومثل فريق حسنية أكادير في الفئة السنية، لكنه بعد ذلك ما أكمل لفئة الرجال وذهب إلى إسبانيا وحصل على شهادات التدريب من الاتحادين الإسباني والأوروبي، وحسب موقع المنتخب عمل مع فريقين في تدريب الناشئين في ريال الإسباني وأولدهام الإنجليزي. حيكون سعيد المساعد الأول للمدرب الأرجنتيني أنخيل جاموندي. كورمان بيملك فرصة صناعة التاريخ، لأنه جاموندي مش حيقدر يدرب الوداد في هذا الموسم لأنه سبق له تدريب فريق آخر وهو حسنية أكادير، وبسبب تدريبه فريق آخر قوانين الدوري المغربي تمنع تدرب مد فريقين في موسم واحد، بالتالي حيكون سعيد على دكة البدلاء بدلا منه، وهذا حيخليه أصغر مدرب في تاريخ الدرجة الأعلى في الكرة المغربية. موقع كورة أشار إلى وجود نقاش بشأن إمكانية نجاح المدرب الشاب، لأنه سيدرب لاعبين أكبر منه سنا بكثير، منهم من يقارب 40 مثل القائد إبراهيم النقاش. وتساءل العشاق في مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية قبول عقلية اللاعب المغربي لمثل هذا النوع من المدربين. كورمان تحدث في تصريح لراديو مارس وقال: أنا هنا من أجل التحدي ومن أجل كسر قاعدة السن وغيرها من التفاصيل المترسبة في ذاكرة الجمهور المغربي. بالنسبة لكم شو هالتجربة شايفينها؟ شاب 27 سنة حيقود فريق كبير كثير في المغرب.